أسر منتجة وباحثون عن عمل، وبعض أسر الضمان الاجتماعي، وآخرون من ذوي الدخل المحدود. جميعهم اجتمعوا على شاطئ منطقة بصة بولاية خصب ليجد كل منهم منفذا بيعيا له لتسويق منتجاته وتعريف كافة شرائح المجتمع بما ينتجه في منزله. تنظيم ما شاء الله، يعني تستفيد الأسر المنتجة بهذا المنظم يعني، بس يحاول النادي أو المجتمع يعني الحكومة يسوينا كم هو الأسرة المنتجة يعني مخصص مكان لها يعني عشان تنتج به الأسرة المنتجة وتستفيد بعد منه. لبينا دعوة الأسر المنتجة عشان نسوق عن المأكولات التراثية اللي احنا نسويها، واستفدنا من جايتنا هني ان قدرنا نسوق عن المأكولات اللي احنا نسويها، وان شاء الله يكون لنا مستقبل ودعم من قبل الحكومة، ان شاء الله تدعمونا اكثر واكثر من قبل المشاريع اللي تقومون فيها عشان احنا نقدر نشارك ونعرض المنتجات اللي احنا نسويها والمأكولات التراثية. المعرض التسويقي تضمن مجموعة متنوعة من المنتجات، فالأطعمة مختلفة المذاق وبعض المشغولات اليدوية وكذلك العطور وأنواع البخور، تواجدت جميعها في الأكشاك التي خصصت لكل أسرة على حدة، وليجد الزائر للمعرض ما يريد ويبحث. كما أن كثير من زوار المعرض من موظفي الدوائر والمؤسسات فضلوا بأن يحصلوا على وجبات الإفطار مثلا من أحد تلك الأسر لضمان جودتها وكذلك لدعم تلك الأسر. استفدنا ان شو اسمه ان طلعنا للمجتمع اولا، ان شو اسمه كنا اول منطوين على البيت وطلعنا للمجتمع، والحمد لله استفدنا اشياء واشياء الحمد لله، معارف ومخارف وليكات وكل شيء الحمد لله. جاوا للتقديم كمقترح او كتصور لنادي خصب، نادي خصب رحب بهذه الفكره وعملنا لهم التسهيلات في الجهات الحكوميه، في الجهات الاهليه، في الفرقه الاهليه، والحمد لله تلقى هذا المعرض صدى في المجتمع. الرغم من هذا المعرض الثالث، لكن كان في أروقة نادي خصب فقط، الحين المعرض توسع في المجتمع بلون ثاني بطعم ثاني. نادي خصب تكاتف في تنظيم المعرض والفعاليات مع عدد من المؤسسات كفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمسندم وإدارة السياحة وفريق سفراء الإنسانية وبلدية خصب، ليكون المعرض في نسخته الثالثة أكثر شمولية. يستمر الدعم للأسر المنتجة من قبل جميع الجهات سواء الحكومية أو الخاصة وكذلك الأهلية من أجل إيجاد فرص تسويقية لهذه الأسر. من ولاية خصب، محافظ مسندم، نجم بن عبد الله الشحي.